إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ودرسنا في هذه الليلة هو استكمال للدرس السابق الذي شرح المؤلف فيه صفات أهل السنة والجماعة المستنبطة من الكتاب والسنة، وذكر استكمالاً لذلك من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فإن من صفاتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الموضوع أصل من أصولهم، وهذا الموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يميز هذه الأمة الإسلامية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والأنبياء جميعاً هذا ديدنهم، فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإن أعظم المعروف هو توحيد الله عز وجل، وأعظم المنكر هو الشرك بالله عز وجل. والأنبياء جميعاً بعثوا في أممهم ليأمروهم بالتوحيد ولينهوهم عن الشرك، ولكن هذه الأمة لها ميزة لأنها تشهد على الأمم السابقة، ولأنها شرع في دينها الجهاد، والجهاد هو لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو لتحقيق توحيد الله عز وجل والقضاء على الشرك والوثنية. فهذا شأن أهل السنة والجماعة، وهذا خصيصة من خصائصهم، ولا شك أنه وقع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انحرافات خطيرة قديماً وحديثاً، وقعت في التنظير وفي التطبيق، ولذلك المخرج منها هو التمسك بالكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن من الفرق القديمة التي انحرفت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فرقة الخوارج، فإنها كانت تنكر على الولاة بالسيف، إذا رأوا منكرا فإنهم يزيلونه بالسيف، بل أحيانا ربما توهموا أن هناك منكر وليس منكر، وإنما جاءهم الغلط من أنفسهم. ولهذا لما خرجوا على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه توهموا أنه خرج على حكم الله عز وجل، وكانوا يصيحون في وجهه ويقولون لا حكم إلا لله، وهو يقول كلمة حق أريد بها باطل، يعني أنه لا حكم إلا لله، فهذه كلمة حق، لكن في فهمهم هم أرادوا بها باطل. فهؤلاء الذين يرون هذا من الأمر بالمعروف وهو محاربة ولاة المسلمين بالسيف، فهذا لا شك أنه انحراف، وهو انحراف كبير، وهو انحراف الخوارج. ومن الفرق المنحرفة أيضا فرقة المعتزلة، وجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصولهم، لأنهم يسمون أنفسهم أهل الأصول الخمسة، وانحرفوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهم يرون أيضا الخروج على ولاة المسلمين وإزالة المنكر بالسيف. طيب، إذن ما الفرق بينهم وبين الخوارج؟ هم في من ناحية الخروج فهم يتفقون فيه، لكن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويقولون هو كفر، فهم يقاتلونه لكفره، وأما المعتزلة فهم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. ومن الفرق المنحرفة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقة الصوفية، فإن هؤلاء يظنون أن الاستسلام للمنكر والباطل، يظنون أن هذا من التسليم للقضاء والقدر، ولذلك عرف هذه الخصيصة عندهم الاستعمار قديما وحديثا أيضا، فإنهم يستغلون للتهوين من شأن المنكر، وأن هذا قضاء وقدر، ولا يعارضونه بالإنكار. ولهذا يوجد يحرص المستعمر على تقريب هؤلاء ليهدم الدين عن طريقهم. ومن الانحراف المعاصر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصحاب الحرية المطلقة، الذين لا يرون أن ينكر منكر، ويرون هذا من فرض الوصاية على الناس، وأن هذا يعارض حرية الناس، إلى غير ذلك مما تروج له الحضارة الغربية المعاصرة. لكن هنا يهمنا أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط لا بد أن تؤخذ من الكتاب والسنة، وهو ميزة من ميزة هذه الأمة، بل الشيخ أشار إلى أنه أصل من أصول أهل السنة التي يحافظون عليها.
ولهذا ذكر ابن تيمية قال: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وهذا لأن الأمر فيه تفصيل كثير وفيه أحكام كثيرة، ويحتاج إلى أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يعرف هذه الأحكام حتى يأمر بمعروف على بينة وينكر المنكر على بينة. ولهذا قال الشيخ صالح وفقه الله عندما شرح هذا الكتاب في شرحه الموسوم اللآلي البهية في شرح العقيدة الواسطية، قال هذه الجملة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة المباركة، بيّن فيها أصول مذهب أهل السنة والجماعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي أنواع التعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين. وهذا الإشكالية أنه يقع فيه انحراف في فهم ولاة الأمور، فإن ولاة الأمور لا بد أن يكونوا من المسلمين، والاستعمار لما جاء وهو استعمار كافر استغل هذا الأمر لصالحه، يروج لنفسه أنهم هم ولاة الأمر، لكن وأولي الأمر منكم من المسلمين، فإنه لا ولاية لكافر على مسلم. فقال: وفي أنواع المعاملات مع ولاة الأمور الذين ولاهم الله على المسلمين، فهذا الأصل وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأحكام العملية، وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والمعتزلة خالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت عليه الجماعة الأولى. إذن هو ذكر لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له تفصيلات في الأحكام الفقهية، لكنه ذكر هنا في العقيدة لأنه حصل فيه انحرافات قديمة فأنكرها السلف وبدعوا من وقع فيها. ولهذا قال: وإدخاله في العقيدة جاء من جهة أن الفرق الضالة كالخوارج والرافضة والمعتزلة خالفوا في هذا الأصل وتركوا ما كانت عليه الجماعة الأولى. والمراد بالجماعة الأولى هم الذين مر ذكرهم معنا، وهم الخلفاء الراشدون ومن سار على طريقهم. هذه الجماعة الأولى، الجماعة الأولى هم الخلفاء الراشدون ومن سار على طريقهم، وهم القرون الثلاثة المفضلة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخالفت الخوارج طريقة الصحابة، وخالفت الشيعة والرافضة طريقة الصحابة والتابعين في هذا الأصل، وكذلك خالف المعتزلة أهل السنة في هذا الأصل. فذكر شيخ الإسلام كغيره من أئمة الإسلام والسنة مسألة الأمر والنهي لأنها من المسائل الكبيرة التي خالف فيها أهل السنة أهل الضلالة. ثم قال: ومسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المسائل العظيمة في الدين،
لأن الصلاح في الدين سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخير، لأن الصلاح في الدين سببه الأمر والنهي والدعوة إلى الخير، والفساد في الدين أو في حياة الناس سببه ترك توجيه الشريعة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لهذا صار من المسائل العظام، وعده طائفة من أهل العلم من أصول الدين ومبانيه العظام، وهو يشير إلى أن بعض العلماء عدوه الركن السادس من أركان الإيمان، لأنه به قوام صلاح الدين والدنيا. ولهذا قال ابن تيمية: ثم هم مع هذه الأصول، يعني أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول التي سلفت، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، والأمر والنهي جاء في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة، منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومنها قوله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومنها قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومنها قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والآيات في هذا الأصل كثيرة، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى يغيره بقلبه يعني ينكره في قلبه ويبغضه ولا يرضاه. وفي صحيح مسلم أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي السنن وفي المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه إذ خطب الناس فقال لهم: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها، وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه وغيرهم. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة يضيق المقام في عن ذكرها وبسطها. وقد أجمعت الأمة أيضا على هذا الأصل وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم فصل الشيخ مسائل في هذا الباب وقال: نذكر في بعض المسائل التي في إيضاح هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية على ما توجبه الشريعة. فقال: المسألة الأولى في تفسير المعروف والمنكر، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ فإن المعروف في النصوص الذي جاء الأمر به هو ما عرف حسنه من الشرع. المعروف عرف حسنه من الشرع، والمنكر هو ما عرف قبحه في الشرع. وقال بعض أهل العلم: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أمور الخير، والمنكر اسم جامع لكل ما يسخطه الله ويأباه من أمور الشر. فدخل في المعروف الواجبات والمستحبات، ودخل في المنكر المحرمات. وأعظم المعروف توحيد الله عز وجل، وأبشع المنكر وأقبحه وأرداه الشرك بالله عز وجل. ولهذا قال أبو العالية في قول الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، قال: كان أمرهم بالمعروف أنهم دعوا إلى الله وحده وإلى عبادته لا شريك له، وكان نهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة الشيطان وعبادة الأوثان. وكل معروف في القرآن فهو التوحيد، وكل منكر في القرآن فهو الشرك. ذلك أن الطاعات وأبواب الخير كلها من فروع التوحيد ومن آثار التوحيد، والمعاصي من آثار الشرك. فلهذا أعظم ما يؤمر به التوحيد، ويؤمر بفروعه ومسائله ومستلزماته من الطاعات، وكذلك أعظم ما ينهى عنه وينكر الشرك بالله جل وعلا. ثم قال الشيخ: والمعروف درجات، والمنكر أيضا درجات. ولهذا كان من قواعد أهل السنة أنه إذا تزاحم معروفان يطلب ما كان أعلى، وإذا تزاحم منكران يدفع ما كان أعلى، فيترك الأقل لما هو أعلى، وينكر الأعلى، لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد. وهذه القاعدة قاعدة مهمة، وتحتاج إلى
فقيه في فهمها، لأن الذي لا يفقه المصالح والمفاسد قد يقع في أمره أو في نهيه في إنكار ما هو ضرره عظيم، أو إقرار ما الذي ضرره أعظم ونحو ذلك. وشيخ الإسلام له في هذا كتب وقواعد كثيرة وتطبيقات جميلة، لأنه استقاها من الشريعة. يعني مثلا تأتي إلى رجل يمارس شركا ويمارس منكرا دون ذلك، فتشتغل بإنكار المنكر الصغير وتترك الشرك، فهذا من عدم الفقه أيضا. وهكذا يعني في الموازنة بين الأمور وتقديم الأهم على المهم، وهذا يحتاج إلى فقه وإلى دراية وحكمة. ثم ناقش الشيخ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتفصيل الكلام على أحواله. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مأمور به في النصوص، وهو واجب، وهذا الواجب هو وجوب عيني أم كفائي. يعني إذا حدث منكر في البلد أو في مكان، هل يجب على كل شخص أن يذهب وينكر فيكون واجب عيني، أم أنه كفائي إذا قام من يكفي في إنكار المنكر فقد سقط الإثم عن الباقي. وقال: المنكر يجب على المعين إذا رآه، يعني إذا رأى المنكر هذا وجب عليه الإنكار، لما جاء في الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب على من رآه عينا مع القدرة إنكار المنكر له، وقال مع القدرة يعني أن يقدر على ذلك، لكنه إذا كان لا يستطيع ذلك فإنه لا يجب عليه. إذا كان لا يقدر على إنكاره فإنه لا يجب عليه. ويجب إنكار المنكر على الأمة على وجه الكفاية. والمنكرات قسمان والواجبات قسمان، فهناك واجبات يشترك في معرفتها الجميع، ومنكرات يشترك في معرفة أنها منكرة جميع المسلمين. مثاله في الواجبات: الصلاة والزكاة وصلة الأرحام وقراءة القرآن وما شابه ذلك. ومثاله في المنكرات: شرب الخمر والزنا والسرقة، فهذه يستوي الناس، يعني غالب الناس يعرفون أن هذا منكر وهذا معروف، وأخذ الرشوة من المنكرات وشهادة الزور ونحو ذلك. فهذا الذي يشترك في معرفته الجميع يجب الإنكار فيه على الجميع، يعني من رآه وجب عليه الإنكار، ولا يختص الإنكار فيه أهل العلم، لأن بعض الناس إذا أنكر عليه في مسألة واضحة قال: هل أنت عالم؟ هل أنت شيخ؟ وهذه ما تحتاج إلى عالم، يعني مقصر في الصلاة هذه ما تحتاج، يعني مما يعرفه المسلمون، يشرب الخمر هذه ما تحتاج إلى، يعني أمور يعرفها المسلمون وهي منتشرة ويعرفها الجميع، يعني منتشر أحكامها
وأما ما كان من المسائل التي تحتاج إلى بيان الأدلة والاستدلال من أهل العلم ولا يشترك في معرفتها الجميع مما لا يعلمه إلا الخاصة أو طلبة العلم، فهذه يشترط فيها لمن أنكر أن يكون على علم. يعني أنت تريد أن تنكر بدعة، فلا بد أنك مستحضر الأدلة على أن هذه بدعة، ولا بد أن تعرف الأدلة أن تكون من أهل العلم أو من طلبة العلم أو من المسائل الواضحة أو من التي أدلتها واضحة. وأما المسائل التي يكون المورد فيها مورد اجتهاد فإن العلم فيها منوط بأهل العلم الراسخين فيه، وما كان من المسائل يتعلق بالفرد فإنه يكون الإنكار فيه بحسب علمه. يعني إذا علم شيئاً أنكر بحسب علمه، كما ذكر ذلك النووي وغيره. وأطال الشيخ في هذه القاعدة قال: والمسألة الثالثة قول شيخ الإسلام هنا على ما توجبه الشريعة، فيه أن من أمر ونهى دون رعاية لأحكام الشريعة في الأمر والنهي فهو ليس على طريقة أهل السنة. فأهل السنة يأمرون وينهون على ما توجبه الشريعة لا على ما توجبه الأهواء أو الآراء، فلا بد أن يكون عند الآمر والناهي معرفة بالحكم الشرعي ودليل يعتمده، وإلا يكون قد أمر على غير ما توجبه الشريعة. وهذا لأجل مخالفة الخوارج والرافضة والشيعة والمعتزلة في هذه المسألة. فقوله على ما توجبه الشريعة أخرج طوائف المبتدعة لأنهم غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إنهم جعلوا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الجور أو الفجار من الولاة، وهذا باطل مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة. ويقابل هؤلاء من ترك الأمر والنهي أصلاً كحال المتصوفة وحال الذين يرون القدر ماضياً في الناس فلا يحتاج إلى أمر أو نهي. وبسبب هؤلاء المتصوفة دخل أعداء الملة والدين وأعداء الإسلام بلاد الإسلام، وقد يشابههم غيرهم ممن يتركون الأمر والنهي بحجج واهية. فكان من أسباب دخول الفرنجة والصليبيين بلاد الإسلام كثرة المتصوفة في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس الهجري، لأنهم أقعدوا الناس عن الأمر والنهي وأحبطوا في النفوس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأهل السنة وسط بين هاتين الطائفتين، فقوم غلوا كالخوارج ومن شابههم، وقوم جفوا وهم الصوفية ومن شابههم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة يتطلب كما سبق بيانه علماً وغيره، ولا بد أن يجتمع هذا وهذا. فالعلم فات الخوارج والمعتزلة ومن شابههم، والغيرة على دين الله فاتت الصوفية ومن شابههم،
فمن فاتته الغيرة وكان عنده علم فإنه لن يأمر، ومن كانت عنده غيرة وليس عنده علم بما توجبه الشريعة في الأمر والنهي أفسد. ومن جراء هذين الفريقين حصل الفساد، وحصل إضعاف الشريعة في عصور الإسلام من أوائل الزمن إلى زماننا هذا. فأناس دخلوا بغيرة دون علم، وأناس علموا ولكن لم يغاروا على دين الله. وهدى الله من تمسك بأصول أهل السنة فغاروا على حرمات الله وأمروا ونهوا لكن على ما توجبه الشريعة، فحققوا المصالح ودروا المفاسد. ناقش أيضاً من المسائل، قال المسألة الرابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا فيه الأمر بتغيير المنكر عند رؤيته. وفقه هذا الحديث مهم، وذلك أن كلمة رأى جاءت في الشرط: من رأى منكم. فهذا الحديث فيه مسائل: أولاً الشرط، وهو شرط الرؤية لوجوب التغيير. ثانياً وجود المنكر. ثالثاً التغيير. فالمنكر سبق معناه، وهو ما علم قبحه بالشرع، وأن نكارته كانت بالشرع لا بمقتضى الهوى أو مقتضى ما يكون من اجتهاد ناقصي العلم. ففي قوله من رأى منكم منكرا ليس معنى رأى هنا علم، وإنما معناها رؤية البصر، لأنه عداها إلى مفعول واحد، ورأى إذا تعدت إلى مفعول واحد كانت رؤية بصرية. من رأى منكم منكرا بتفسيرها بعلم ليس بصحيح. فالرؤية هنا التي علق عليها وجوب الإنكار هي الرؤية البصرية، فيجب أن تنكر باليد، فإن لم يستطع فباللسان، وذلك إذا رأيت المنكر بعينيك مع شرط القدرة. أما إذا لم تره ولكن سمعته سماعاً محققاً، كأن سمعت امرأة تصرخ، أو سمعت سماع محقق رجلاً يراود امرأة، أو سمعت سماعاً محققاً ملاهي ونحو ذلك، فهذه ألحقها أهل العلم بالرؤية لأنها متيقنة بحاسة السمع، كتيقن المرء بحاسة الرؤية. وأما غير ذلك مما يخبر به المرء فليس المجال فيه مجال إنكار، وإنما يجب الإنكار على من رأى أو سمع سماعاً محققاً. أما من أخبر فمجاله مجال النصيحة، والنصيحة غير الإنكار. يعني أخبرت أن عند قوم منكر، فالواجب عليك النصيحة، فالنصيحة عامة، ومن النصيحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فإن الأمر والنهي كان ما كان نصيحة ما كان نصيحة لها شروطها ولها أحوالها وما جاء في الشريعة، أما النصيحة فهي عامة كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة 3 مرات. قال: قيل يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم وذكره البخاري معلقاً. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين كله نصيحة، والنصيحة يعني هو يقصد أن النصيحة أعم من إزالة المنكر، يعني تكتب له، ترسل له رسائل ونحو ذلك. فالإزالة شيء، إزالة المنكر جزء من النصيحة، والنصيحة أعم من إزالة المنكر. قال: فالدين كله نصيحة، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم تشمل الأمر والنهي، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض النصيحة، لكن له شروط خاصة، فهو كالمخصص من العام، والتخصيص من العموم بشروطه، هذا له أحكامه المعروفة، فليست كل أحكام النصيحة جاري على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست كل أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاري على النصيحة، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيحة لعباد الله ولأمة المسلمين ولعامتهم، لكن بشروطه الشرعية. فالفرق بين النصيحة وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن النصيحة تكون سراً وتكون مجملة بدون تحديد، هذا الأصل فيها كما قرره أهل العلم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون في بعض أحواله سراً، ولكن الأصل فيه أن يكون علناً، فيكون الأمر بالنهي، فيكون الأمر والنهي إذا رؤى المنكر أو سمع سماعاً محققاً، والنصيحة تكون بأوسع من ذلك، بما إذا رؤى أو سمع أو أخبر أنه حصل وكذا وكذا. فالأمر بالمعروف يكون فيما إذا حصل المنكر أمامك، أما إذا حصل في غيبة عنك فإنه يعود إلى الأصل، يعني يعود إلى النصيحة، يعود إلى الأصل العام وهو النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد وجوب الإنكار بقوله: من رأى منكم منكرا، فمن رأى وجب عليه، ومن لم يرى بل سمع أو قيل له حصل كذا وكذا فالمجال فيه مجال نصيحة. ثانياً، أن النصيحة تحتاج إلى تثبت واستفصال، والأمر والنهي بما أنه حصل أمامك فإنك متيقن منه، يعني أن النصيحة لمن يحتاج إلى النصيحة تكون بما علمته وتثبت منه، وأما الأمر والنهي فهو لا بد فيه من اليقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في الفروق بينهما، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلق بالمنكر، وأما النصيحة فهي متعلقة
بمن ينتفع من الأمر أو النهي عن المنكر. فقوله من رأى منكم منكراً متعلق بالمنكر وليس فيه ذكر لفاعل المنكر. ومن رأى منكم منكراً فليغيره، يعني ليغير المنكر. أما الواقع في المنكر فهذا مقامه فيه تفصيل، يغير المنكر، لكن الواقع في المنكر فهذا فيه تفصيل. وذكر تفصيلات دقيقة في هذا الباب يعني تدرس في كتب الفقه. هو ناقش هنا مسألة المسائل الاجتهادية، هل فيها إنكار ولا ما فيها إنكار. إذا كانت المسألة اجتهادية، فإن كان الاجتهاد في مقابل النص فهذا ينكر، الاجتهاد الذي في مقابل النص. وأما إن كان اجتهاد سائغ وليس مصادم لنص، يعني يأتي شخص لنص صحيح ويجتهد في ما هو ضد النص فهذا ينكر عليه. أما إذا كان اجتهاد يسوغ فهو من موارد الاجتهاد التي لا تنكر. وهنا أيضا ناقش مسألة ثانية، وهي إذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع فهل يجب الإنكار أم لا. إذا غلب على ظنه أن الإنكار لا ينفع فهل يجب الإنكار أم لا؟ قال: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. الأول قال الطائفة يجب الإنكار لأنه هو الأصل، ولا دليل يخرج هذه المسألة عن أصلها، وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم. الثاني إذا رأى المنكر، إذا غلب على ظنه عدم الانتفاع بإنكاره فإنه يستحب له أن ينكر ولا يجب. ومال إلى هذا ما يفهم من كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لهذا بقوله: فذكر إن نفعت الذكرى. ومعنى الآية: إن نفعت الذكرى فذكر، فأوجب التذكير ويدخل فيه الأمر والنهي إذا غلب على ظنه الانتفاع به. ومفهوم الآية أنه إذا لم يغلب على ظنه الانتفاع فإنه لا يجب عليه، ويكون الحال إذن على الاستحباب. قال: وهذا القول أظهر عندي وأصح، وهو قول جماعة كثيرة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ويؤيده أن الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا على ولاة بني أمية ودخلوا على بعض الأمراء في زمنهم فوجدوا عندهم منكرات فلم ينكروا، فحمل ذلك على أنه غلب على ظنهم عدم الانتفاع بالأمر والنهي، لأنه أولى من أن يحمل على أنهم تركوا واجبا. طبعا استنباط الشيخ هنا فيه نظر، لا شك أن فيه نظر، لأن نسبة هذا الأمر للصحابة يعني أنهم دخلوا ورأوا منكر ولم ينكروا، فهذا فيه نظر. ليس المراد لأنه غلب على ظنهم أنه لا ينتفع،
لكن ربما أنهم خافوا من بطشه، ربما أنهم خافوا من بطش الذي عنده المنكر، فهنا فقدت القدرة وليس الموضوع الذي أشار إليه، وإنما فقدت القدرة، هذا الذي يظهر، أنهم لما رأوا المنكر فإنهم لا يستطيعون، خاصة إذا كانوا عند مثل الحجاج أو غيره فإنه قد يبطش بهم، بل الأمر قد يصل إلى القتل. فهنا ولا يعلل أنه غلب على ظنهم، لأن هذه مسألة، هل أخبروا بذلك أنه غلب على ظنهم ذلك؟ هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم. مع أنه يقر الاستحباب، يعني يقول يبقى الاستحباب حماية للشريعة وصيانة لهذا الواجب الشرعي، ولما جاء في الحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأبو يعلى في مسنده، وعبد الرزاق في تفسيره، والطبري في تفسيره، والطبراني في الأوسط، وفي شعب الإيمان من حديث ابن مسعود. وهذا الحديث يروى مرسلاً ومتصلاً. وقال الدارقطني في العلل: المرسل أصح من المتصل. ناقش أيضاً مسألة يكثر الحديث حولها، وهي مسألة مهمة تتعلق بالفرق بين النصيحة لولاة الأمر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للولاة، وبين عامة الناس. قال: وقد سبق بيان أن نناقشها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.